عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. فيديو النهاردة هيكون عن ماسك للبشرة، بيرجع النضارة وبيجدد الخلايا، وكمان بينظف البشرة من اي شوائب وبيفتحها يعني شوية، وبيعمل حاجات كتير قوي 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 قوي. هقول لكم فايدة كل حاجة منهم واحنا بنشتغل. خليني اقول لكم، اولا هنحتاج كوباية او حاجة نقدر نحط فيها الماسك، ومعلقة بلاستيك. طبعا استخدموا بلاستيكات، ما تستخدموش معادن، لان المعادن بتتفاعل جدا مع اي ماسك انتوا بتحطوه فبيأذي بشرتكوا اكتر. هنحتاج لبن، مفيش مقدار معين من اللبن اللي هنحتاجه، احنا هنحتاج على قد ما احنا عايزين. يعني انت عايز تعملي وشك بس، عايزة تعملي وشك ورقبتك، عايز تعملي مناطق غامقة عندك، يعني انت حرة. هو حلو جدا جدا. هنحتاج للبن، وهنحتاج لنشا. نشا ممكن تجيبوها من اي عطار عادي جدا. يعني الناس اللي ما تعرفش النشا بتقولك ايه هو النشا، هو اللي احنا بنعمل بيه المهلبية في المطبخ، فانتوا ممكن تستخدموا النشا. وعندنا كمان زيت جوز الهند، هناخد منه نقطتين. لو انتي ما بتحبيش ريحته او حاسه ان هو انتي بشرتك دهنيه وهيضايقك، يعني ممكن تستخدمي ميه الورد، نقطتين ميه ورد بس. الاثنين بيعملوا نضاره للبشره، بس انا بشرتي دهنيه وعادي جدا هستخدم زيت جوز الهند. وممكن دلوقتي قدامكم اخلط الاثنين مع بعض، بس انا حبيت اني اخلي ميه الورد ارشها بعد ما اشيل الماسك، وجوز الهند يكون في الماسك، لان جوز الهند هيقعد على بشرتي 15 لـ20 دقيقة اللي احنا هنحط فيها الماسك. والمية الورد هقفل بيها المسامات وارجع بيها نضارة البشرة تاني. يلا نعمل الماسك. هو ده الماسك بتاع النهارده. الماسك ده مفيد جدا. طبعا قلت لكم هقول لكم فايده كل حاجه وانا بشتغل، بس نسيت، خليني اقول لكم بسرعه. اللبن بيساعد على ان البشره تكون طريه. لو تعرفوا من زمان، يعني من حوالي 3 سنين كده، طلعت احصائيه بتقول انه اللبن اكتر عنصر مغذي للبشره. حتى كنت تشوفوا زمان بيعملوا ماسكات من الزبادي والخيار، ماسكات من اللبن، حمامات لبن مشهوره جدا. فاللبن مهم جدا، وبيرجع نضاره البشره وبيطريها جدا. ويمكن اللبن يعتبر المرطب الطبيعي الاول بعد اي مرطبات تانية يعني. فاللبن حاجه مفيده جدا. زيت الجوز الهند انا قبل كده كلمتكو عنه وقلتلكو فوائده، بس خليني اقولكو على فوائده كمان للبشرة. هو بيساعد على ان البشرة تكون ناعمة ولطيفة، وكمان بينعم الجلد، فمهم جدا، وبيساعد على نضارة البشرة بطريقة حلوة جدا. يعني انت لو انت عندك حبوب او بشرتك دهنية، يفضل ان انت تستخدمي زيت جوز الهند كمنظف يعني، بس مش كتير، يعني ممكن كل اسبوع مثلا تستخدمي الغسول بتاعك تحطي عليه نقطتين زيت جوز الهند، سوري، زيت جوز الهند، وتغسلي بيه وشك، هتلاقي النتيجه هايله جدا. بالنسبه للنشا، النشا مهمتها ان هي بتنظف المسام من جوه، وبتخلي البشره تفتحها كده، وتخلي لو في دهون او حاجه تنشف، لو في حبوب تبدا الحبايه تنشف، وبتحاول تلطف الاحمرار والالتهابات اللي في البشره. في بعض الناس بتحب تحط النشا على الحروق، يعني لما الناس بتتحرق بيحطوا النشا عليها، لان النشا بتبدا تمتص الحراره وتمتص السموم والحاجات اللي بتبقى في الحرق. بس انا ما اعرفش بصراحه، ما اقدرش انصحكم بحاجه زي كده، بس دي فوائد النشا.
ميه الورد انا اتكلمت عنها كتير قوي على سناب شات، لو انتوا مش متابعيني على سناب شات يا ريت تتابعوني، عشان كمان انا بتكلم كتير عن حاجات ومش بحطها على اليوتيوب بصراحه، بس ان شاء الله يعني ناويه اجمع الحاجات اللي بقولها على سناب شات واحطها هنا. ميه الورد مفيش تونر في الدنيا ممكن يبقى حلو لبشرة اي بنت، حتى لو كانت بشرتها دهنية جافة مختلطة ايا كان بقى نوع بشرتك، مية الورد هي احسن علاج ليكي. هاتي مية الورد وحطيها في بخاخ صغير وابداي رشقيه على بشرتك كل يوم، مرة صبح مرة بالليل طول النهار، على طول على طول على طول على طول استخدمي مية الورد على بشرتك، بجد مش هتلاقي احسن من كده تونر ومرطب، وخصوصا ان احنا في الحر فدي حاجة حلوة قوي. استخدموا مية الورد، مية الورد اللي موجودة في الصيدليات مش مية الورد اللي موجودة عند العطار، لان اللي عند العطار دي مية ورد مخصوصة، هي ريح يعني ريحتها مية ورد منكه للاكل مش علشان تحطيه على بشرتك، اللي بتحط على البشره هي ميه الورد المستخلصه من الورد دي مش المنكهه. وبس، وبكده نكون خلصنا الماسك بتاعنا ونحطه على بشرتنا من 15 ل 20 دقيقه، والمفروض ان هو هينشف، يبقى كده طبعا المفروض تعملي طبقه سميكه، وبعدين بعد ما بينشف كده هتبداي تبلي طرف ايديكي ميه وتبداي تعملي مساج لبشرتك كده لحد ما النشا كلها تفك، وتبداي تغسلي بشرتك عادي جدا. احسن حاجه انك تغسليها بميه عادي من غير صابون، لو هتستخدمي صابون حاولي تستخدمي صابون الديتول علشان ما فيهاش روائح ما فيهاش مواد غريبه، يعني ممكن تستخدميها ممكن ما تستخدميهاش، بس انا شايفه ان انت تغسلي وشك بميه عاديه جدا وترشي على وشك ميه ورد او تمشي تلج على بشرتك، وبكده تكوني عملتي احلى ماسك لبشرتك. وبس، هتوحشوني الفيديو الجاي، وبحبكم جدا جدا، وانتوا اكيد عارفين ان انا بحبكم. ما تنسوش تتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي، سناب شات، انستغرام، فيسبوك، وجروب الفيسبوك اللي بندردش وبنحكي فيه مع بعض. تنسوش تعملوا لايك وشير، ولو انتوا جداد على القناة اعملوا سبسكرايب او اشتراك موجودة تحت الفيديو. ما تنسوش تبصوا في الديسكريبشن بوكس، ببقى سايبالكوا حاجات مهمة، فيديوهات او سايبالكوا معلومات او سايبالكوا لينك لبلوج معين، احيانا بكتب بلوجات وبتبقى فيها حاجات كتيرة قوي ما بلحقش اقولها في الفيديو، ببقى عايزة الفيديو يكون قصير، فممكن تروحوا تشوفوا البلوجات. وايه تاني؟ وبس، والسلام عليكم.